مؤقت حتى يأتي أنشيلوتي، أم أنه سيظل مزدوج المهام حتى المونديال؟ موقف غريب يعيشه فرناندو دينيز، المدير الفني لنادي فلومينينسي البرازيلي، كونه في الوقت نفسه مدرب منتخب السيليساو. توج ببطولة قارية للتو ويستعد لقيادة البرازيل في أول مباراة دولية ودية أمام أحد أقوى المنتخبات الأوروبية. ما يزال ملف المدير الفني للمنتخب البرازيلي مثار جدل واسع في الوقت الحالي، في ظل عدم الاستقرار بشكل واضح على اسم المدرب الجديد، مع تولي فرناندو دينيز مهمة مزدوجة بشكل مؤقت. رغم إعلان الاتحاد البرازيلي أن مهمة دينيز الذي يتولى تدريب نادي فلومينينسي في الوقت ذاته مؤقتة حتى يتولى الإيطالي كارلو أنشيلوتي قيادة السيليساو مع بداية الموسم المقبل، إلا أن الوضع لا يبدو كذلك. في المؤتمر الصحفي الأول له كمدرب مؤقت للبرازيل، تعاملت الصحافة بشكل واضح معه باعتباره مدرباً مؤقتاً، وأن أنشيلوتي سيتولى المهمة من دون أدنى شك بعد نهاية رحلته مع ريال مدريد. سئل دينيز من الجميع عما إذا كان كارلو أنشيلوتي سيتدخل في اختياراته لقائمة البرازيل في المعسكرات التي سيقيمها، لكنه رفض هذا الأمر وأكد أنه رغم كونه مؤقتاً إلا أنه مدرب البرازيل في الوقت الحالي، ويبدو أنه كان على حق. الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن في وقت سابق خوض مباراة ودية قوية أمام المنتخب الإنجليزي في شهر آذار مارس المقبل، لتكون أول مباراة ودية قوية للمدرب الجديد للسيليساو. وبعد هذا الاختبار القوي سيواجه دينيز مع البرازيل اختباراً آخر ربما يكون أكثر قوة أمام المنتخب الإسباني، ما يعني أن المواجهتين المقبلتين ستحددان الكثير بالنسبة للمدرب صاحب المهمة المزدوجة. الودية الأولى لفرناندو دينيز ستأتي مباشرة بعدما توج مع نادي فلومينينسي بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس على حساب نادي البوكا جونيورز الأرجنتيني العملاق ليكون بطل أمريكا الجنوبية. هذا التتويج يعد تاريخيا بالنسبة لفلومينينسي الذي يتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، ما يعني أن المباراة الودية المقبلة ستعني الكثير بالنسبة للمدرب صاحب المهمة المزدوجة. دينيز قاد المنتخب البرازيلي بالفعل على مدار الفترة الماضية في العديد من المباريات الرسمية، بواقع 4 مباريات في تصفيات كأس العالم، محققاً الفوز مرتين والتعادل مرة والخسارة مرة كذلك، محتلاً مع البرازيل المركز الثالث في ترتيب المجموعة. الودية المقبلة ستكون مختلفة تماماً، كونها أول مباراة للبرازيل تحت قيادة المدرب البطل في مواجهة مستويات مختلفة تماماً باعتبار القوة الكبيرة التي تتمتع بها كرة القدم الأوروبية. وسيسعى دينيز لتجربة العديد من العناصر الجديدة تحسباً لكونه مديراً فنياً للبرازيل، خصوصاً بعدما ألمح أنشيلوتي إلى أنه لا يجب التعامل معه باعتباره مدرب السيليساو، وأنه لم يتوصل لاتفاق مع الاتحاد البرازيلي بهذا الشأن وقد يستمر مع ريال مدريد.